طيب عبد الله، اختصر حياتك في كلمة واحدة. كلمة واحدة، محظوظ. محظوظ. عطني اسم قدوة في حياتك. في حياتي كلها ايه؟ عايد زبن أبوي. ونعم. نعم بحال. نعم. طيب الآن هذا محورك اللي احنا ودنا نتكلم عنه الآن، واللي أنت أنا متأكد أنك جالس تنتظره من اليوم، اللي هو المحور الثالث اللي ودك تسفهل فيه في إجاباتك. طيب عبد الله، كيف تنظر الآن للساحة الشعرية في عصر التطور والانفتاح والأمور هذه كلها؟ جميلة. حتى على مستوى الإبداع الشعري الآن اللي جالسين نسمعه إبداع شعري أفضل من اللي قبل. يا سلام. والأشياء اللي كانت تجاز في الشعر سابقا الآن صارت من عيوب الشعر. شغلات كثيرة ما نبي نعدد بالشعر كانت من أول عادي يجيبها الشاعر في قصيدته وتقبل، الآن لا، ما تقبل. أنت لازم تقدم شيء صحيح. يا سلام. طيب ليل ولا نهار يا عبد الله؟ وشو أنا؟ جاوب. إيه أبي ليل. جاوبني، ليل ولا نهار؟ أنا نهار. نهار؟ إيه. طيب متى تكتب الشعر ومتى الشعر يكتبك؟ أيوة، شوف، تكتب الشعر لما شيء ما أنت مسويه للناس. يعني مثلا تجيك دعوة لمناسبة أو شيء معين أنت تحس أنك محتاج تكتب للمناسبة مثلا، أو هذه أنت تكتبها. تكتبك هي القصيدة اللي تقرقع براسك وانت جالس بالبيت، لك يومين تقرقع براسك ما انت قادر تطلع من جو اللي انت تكتبها. انت فاهم علي؟ ان شاء الله بعض المشاهدين او اغلب المشاهدين يفهمون. لا لا، ان شاء الله انهم فهموا المقصد اللي انت جالس تتكلم عنه. في شيء تكتبه علشان تكتب. وعلى فكرة هذا شيء جميل. انت فاهم علي؟ تدري انه صحيح. نعم. طيب ما الذي تجده ينتصر في شعرك دائما؟ الحب للوطن. كأغراض؟ كأغراض شعرية. طيب عطني إجابتك كأغراض شعرية وعطني إجابتك أنت بعيدا عن الأغراض الشعرية. يلا. أنت تقول لي الحب أو الوطن. طيب. أنت تقصد الغزل أو الوطن؟ يعني خلنا نتكلم عن الوجدانيات. الوطن حب. يا سلام. عرفت؟ بس أنا أجد بالحماسة أنه أفضل أغراض الشعر اللي أنا أكتب عليه أنا. تقييمي لنفسي والقصائدي أبيات الحماسة أكثر من غيرها، يعني سواء تكتب حماسة في وطن ولا تكتب حماسة في محفل، ولا أحس أن الحماسة عندي أفضل وأقرب لي من الغزل. يا سلام يا عبد الله. هذه يا جماعة يمكن الأشياء اللي ممكن الأغلب ما يعرف هذا المحور شلون يكون خاص في الشاعر. ليس كل ما يكتبه الشاعر أحيانا في الحب يكون يقصد فيه مثلا شعر الغزل والوجد. أحيانا هو يكتب قصيدة مليئة بالحب، مليئة بالمشاعر، أنت تتوقع أن تكون هذه القصيدة غزلية، لكن في النهاية تكون هذه القصيدة في حب الوطن. صحيح. وفي كثير من الشعراء بعدين تقرب لي أكثر. أنا أحب المنبر أكثر من الأمسية أكثر من الجائية، فألقى نفسي أنا أحس أني في الشعر الحماسي. في الشعر الحماسي. في الشعر الحماسي. طيب وش هو الهاجس اللي يسيطر على مشاعرك ليجي تكتب؟ شلون يعني؟ ما فهمت سؤال. يعني وش بكتب؟ في أي موقف معين حدد لي. طيب مثلا أبي أتكلم عن الفقر. معناته مسيطر علي الفقر. يا سلام. يعني تكتب عن الشيء اللي
هاجسك وقت الكتابة أصلاً، لو ما هاجسك وقت الكتابة عن الموضوع اللي أنت تكتبه لمصقت حروفك لمصقة ولا طلعت قصيدة. طيب عبد الله، عمرك كتبت قصيدة؟